يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي. الفصل الثالث عشر. فصل قيسة دعية طبناد فيما يجلب الرزق رزق وحي سوچي ذيي وما يمنع الرزق رزق وحي منعيني وما يزيد في العمر عمري وحي زياديني وما ينقص وحي نقصاميني. انت سأيوب فسليه مرنوا أسبابها نفلوه كوينت قالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال. الفصل الثالث عشر. فصل قيسة دعية طبناد فيما يجلب الرزق رزق وحي سوچي ذيي وما يمنع الرزق رزق وحي منعيني وما يزيد في العمر عمري وحي زياديني وما ينقص وحي نقصاميني. انت سأيوب فسليه. الفصل الثالث عشر وفصل قيسة دعية طبناد وأنا فصوشي كتابك وشاق وقلت رقلي. فصل قيسة دعية طبناد فيما يجلب الرزق في الأسباب التي تجلب الرزق أسباب تقف قوسو جيدا أوصاب ترزق وما يمنعه بنزغرون وحي رزق ديدي أما وما يمنع الرزق رزق وحي منعيني إقوى كي يريني وما يزيد في العمر عمري يوحي كردني وما ينقص يوحي نقساميني. سدى أين هراء أين وصامرني وحيا لها مقدور كاه إله يقدري وحوي لي أسباب أسباب تامرقى هدي قفقو سمايو إلهي وأوجي هاي إنه سمين دونيين إنه سمين دون العلم جيس أزلجا إلهي وأوجي هاي وانا قرنت هاي هدي مرقاس أوسم هي أسباب تا وحأقدر إن مسألة رزق جيس وإنت نقرن يوم عمر جيس وإنت نقرن يوم هدي وأسباب تا سمين وعينا إن رزق جيس وإنت نقرن يوم عمر جيس وإنت نقرن يوم مدك السبنا إلهي واسيوجي هاي الله حل محفوظ كواكو قرنت هاي مركا توكاد ليا وسيا ليا سينو هربا وصامرني واتا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يصير مد ولبوا قرني هاي مركا شيخ رحمه الله تعالى وعلي ثم ينتا كذب لا بد وحلق مارمانا لطالب العلم كي علمي قدوني من القوت قود أيا لك مارمانا إيو ومعرفة ما شيء رشدي أيا لك مارمان وآم يزيد مركا كردين أيا فيه قود كي كردين أيا وما يزيد في العمر وح عمري كي كردين أيا وصحتي عافماتك إنو قد أول لك مارمان ليتبرغ سوء تبرغ وقوك عن بنانا ذو طالب العلم لطلب العلم علم يدون الديسة أما لسعي إلى غرضه سدو غرض كيسي وشاد ديسة وقاري لها وفي كل ذلك كان مانتينا صنفوا علماذ كتبا كتبا يوصن بين يدجيانا القرين
فأوردت هنا هلقا وحن قساروري بعدها بركة ديان قساروري على سبيل الاختصار قام انشد كيد أن يقول ولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر قدر كمعري إلا الدعاء دعاء مويارم ولا يزيد مكرني في العمر عمري مكرني إلا البر برك يا صافلك يا وسيبك والدك الله صافر وإن الرجل فإن الرجل نجا لا يحرم الرزق رزق أيا لقه جيا بذنب يصيبه ذنب يا معصية وقال يدرتيد أيا رزق لقه جيا وعشاق لا يا رحمه الله تعالى ثم عند كذب رما صو شيغني وترتيب حق ذكر شيغد لا بد وحلق مرمان لطالب العلم قبل طالب العلم من القوت قود ولق مرمان يوح قوته سيود اوودو علم يدون ديسي لانه شركان اني وحو ككوبن يحي لبا قيب و جسد يا روح روح ذو إيا النبض وحي قوضان إيسا وحوي قرآنك إيا علمك إيا حسك إلهي أي قوضان إيسا أقوض أكاس أي شدال كيدو وإيمانك إيا رمين دا إلهي إيا إلهي كحر ديسا إيا إلهي بري ديسا إيا قرآنك أغرس كيسا إيا حسك إلهي إيا علمك برش ديسا إيا زيادة ديسا تاس أي قوضان إيسا شركنا وحو قوضان ايا ده وحان دولك كصوبح ايا ايو قوضان ايا ورد اينو صوت الماني ده وحيان علمي اللقو قار ايا ده اينو قفكو مركا معيشة دي سيانو لشي سيقود كي سينو هل ايو حديك خاري ده نفدي سيرا سيچري ميسا قود لان ما سيچري ايسو هدي اعنو هيسنو كور ورسي هين وحو اي ده وحبسي وضي مايو مرقى ومعرفة وحثم لابد لطالب العلم من القوت إيا ومعرفة ما يزيد فيه إيا قرشضة وحق رأى أينا لك مرمان وإنه قرت ما يزيد فيه وحي مرقى زيادين إيا أو سببتي سمرقى قوت كأي رزق سيكو سيادة وما يزيد في العمر عمرك وحي زيادين إيا وصحة عافماتك وحي زيادين إيا إنه قرت أيا لك مرمانا محو وحيالها وقرانيا وقرانيا ليتفرغ سيو فارق وقل نغضو وقل عن بناناضو وحق لأني كمشغول لطلب العلم ليتفرغ طالب العلم لطلب العلم علم يدور تاكيس وفي كل ذلك كان صوشاقنا يعودن صنفوا علماته كتبا كتبا يأيكا قرانيكا سنفانو كدشين فأوردت بعضها كتب الله سيني ويوحي كقرنا بركاد أيان هنا هلكا كسو أروري على سبيل الاختصار وليبا قابن شد كيد أن يؤمرك أمر أيوه أن ديرينين ما دام كتاب كان يهي دا كتاب يرويسك كوبر مختصر لكن عدي دون تدي زيادو كتب الله قري أيير هاد سريسام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر وحي لقو قدري ما عليو أمارس إلا الدعاء دعاء يبري إلهي مويارد ولا يزيد في العمر عمري أنا ما زيادة إلا البر بر يصف الأيوم بزيادة فإن الرجل ننجا لا يحرم الرزق رزق ولقه شيا بالذنب يصيب ذنب وخدع يا رزق اللي جه هوشيا وحلا جو قدري أكو قرن وح عليا ودعاء يا عريسا نبي جنو صلى الله عليه وسلم وحنا شاقي وحقف جو كدع عيسى إلهي وكبر يو إنا يصدق حمد النقطة إما وحي ودون يي إن لا سود الدشيا الله سيو إما إن بلايو كسو سعوتين لغا سرفيو لغا وعيو إما إن لو دبنغو يعني إلهي يو دبنغو
لكن إنكوا حيدون إنهم وحينا يهرت إنكوا صاد أتانا ما كوسا قبطان ده أتانا بنيادم يستعجل باكل عيو حرر يو ذا يوم ريح الله يقبل مايو تاسينا وحيلها موانع الدعاء كيرا أيه كم طيب ولا يزيد في العمر عمر جنا مزيد إلا البر بر يا صباف الله أيوم بأمرك رزق عمر جنا زيادة هذا بس إذا أين صاش يقرأ حديث جو وحديث عمر قاركود حسن يكوت المامين عندي الصهراء ما حسن لغيره أي يكوت المامين لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر إن داس حديث جاء إمام أحمد يا أيا ورين أيا ابن ماجه يو إن ضدم بي تلميذ لفدي سو إن تاهوري يسقون مركا سو لوريا أو وحيا حيد مركا إن الرجل يحرم رزقه بذنب يسيب ولا يرد القدر إلا ولا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في البر في العمر إلا البر إن ضدم بي أيوم بأيض ضعيفة فإن الرجل يحرم رزقه بذنب يسيبه إن ذا سوى ضعيف أيد وح شاهدوا إلا ذا هي مشرتو لكن حديث جاي إن ذي سكرى وحصل ما حصل لغيره أي الله قلت المامل وحنين مرقى هلقى هربا أي نقص الشين مرقى أي نسمر أي نيم وحيا لها المقدورات جاء إلى هي وقدري سبب أي الله قو قدري حدو أدم وسبت علي ما دنا وحي مقدور كوادعة حديث صابتي أن الله إيماننا شيء مقدور كاميش وكب حيا مرقى الدعاء دون وحي كميتها أسبابتها أي كميتها أسباب توقوحها قبضان أي كميتها مرقى وحا قدران هدي وحا بريو إنو مرقى وحا أهل أيو هدي وحا بريو إن وحا لقبت بهذين أيو أي مقدورها وقرره في علم الله اللوح المحفوظ وقران تاسو أي مرقى أتنى الله يهي وحق قدران ومرقى إلهي وقدري دعاء ينبلغ عليا معنى هذا الساوي مرقى وعو لشاق ثبت بهذا الحديث حديث كان وحا قصقنا هذا أو إنه قصقنا أو بمعنى إنه عدينا يا أمان كقاذنينا أن ارتكاب الذنب كدعيدي يكوريدي سبب حرمان الرزق وسبب غفق رزق لك حرمان اليوم خصوصا الكذب قارهان بينتا فإنه يورث الفقر فقر أيود حلسيا وقد ورد فيه حديث خاص حديث خاص أيان كسار ريب وكذا نوم الصبح صبح الشيح الشديد سلام يمنع الرزق رزق أيوم العيام وكثرة النوم هردد فرهبدنا تورث الفقر فقر أيد حلسيسا وفقد العلم أيضا علميا ويدسي وعشاق لا يهي ثبت بهذا الحديث وحقصنا هذا أن ارتكاب الذنب ذنب يكون عديس يفولديس سبب حرمان الرزق إنه يهي صاب قف جاء رزق لك حرمانيه وحن مرجال لبدل يي وحن يسبدل يا وحوي يمحو الله ما يشاء ويثبت أي قصار أرتي وصعودا مرايته مرقاس أي هي سوي لكن لوح المحفوظ كا يعني وح كقرن يسوي اسمه بدل يي علم الله الأزل مرقى واحد قصة أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق وسبب رزق لقى حرمانية أو لقوه سيهو تشيوم خصوصا قرهن الكذب بينتا فإنه يورث الفقر فقر أي بينتو نحل سيساب وقد ورد فيه وحنا قصة أروري حديث خاص حديث خاصة أي قصة أروري حديث قاسي وحديث علماء كتل مامين إنو يهي موضوع إنو يهي وآن مرقى سقنين أبو شيخ أيانا وريني الكذب ينقص الرزق وحب أنت اللي لا رزق أيانا سامسا مرقى هو حديث أنشر وموضوع حديث يا مرقى الشيخ وإنه إشارة يا مرقى هلقى وكت المامي وحب هو حديث يا العلماء يكت المامي إنه يهي موضوع من بدأ السقنين
وكذا نوم الصبح صبح سيح الشديس صلاة الصبح يعني دبدين سيحدا موقتها صبحنا يمنع الرزق رزق أيو يسونا منعيا وده حل يقول لك الله يي إعدادك أي شغلت جيين أيو قفقو مرقى يسقو ده هردي يس يحشو ويدارنا يا ده حقا مرقى إنه كأجنا حسا هامبا ده قفقا عيدنا وحبا ودران ميسو شغل جار هدو قبسان ينا شغلنا قبسان ما يو ويا بهرها هبين كينا فافا وحنا صبح حمر هو أقو برينا جودت كودا جلا قفقو هدانو هبين شقينا إنن ما لندينا مرقى واقو بريا وسيحدو جيب صدو وحوياً دعي شقاو ديران إيسان مجرتو شقاو لاي هايو قبصاني يان مجرو حقا مرقا دي حسي أهنبا يعني رزقي سوا كانو صام إياي يوحي وهلي نبينا صلى الله عليه وسلم حديثه حكوت رأي الله بارك لأمتي في بكورها إله أمت دايدا وحضو بركيسا كل هذا إله يو بركيه حديث يقول مرقى ليسوغي درجوين كيسا مرقى ليسوغي يعني صحابة فربدنا ايا لقو وريا وحاو نقول ايا حديث حسن لغيره ايا لقو ترى اللهم باري لأمتي في بكورها سيدو ديبينو قسو علين دورا لكن حديث خاص ايا اترى اكسا اروري حديث قاسوار ايا صبعات يمنع الرزق هرد سياحتكو أما النوم الصبح قف جون الصبح يسيح ذا رزق أي مرقى من عنا يسا حديث جاي إمام أحمد يبي هقي أي شعب لما يكون ضعيف جدا أي حديث قال قلت الماء إنه حديث آدي الحادث ضعيف أي هي أي مرقى قال قلت الماء حديث قال صبح مرقى إشارة لكن حقا هدينه دك أجنبا حسهانا دساس أيون قصامية حديث جاي حديث فرها بدن مرقى هل كانوا كسروا ريا موشار يو وح مرقى لما عنده اللوجو أنا أنكر خشوا الخفاء ومزير الإلباس عم اشتهر من الحديث على لسنة الناس عجلوني حديث كتابك أولي هاي هذا اللي بدأ من جلد كده طبعا أي حديث سنة وضوص سوقاته وكثرة النوم هردب بدنا تنام تورث الفقر فقر أي قف قد حشتيسا لأنه قفقو إنو الدذال أو طبع أو شقيصو أيها وحلا وهلا حق الله من حولك بي مادان صمارد واطة هذا مركا هردى بدنا لنا رزق بن عنيسا وفقد العلم أيضا علم يوائدي سينا أيضا نواد حل سينا يسايو دواتا إنو مركا صمرني إن علم مركا وحيرا لكو كسبضو أي كم انت يسوجير فربضا يرى عشيكو العلم فربضا هدي تالو أيوه لعلم مركا يذن لمه ليوم قال القائل شعرا مد يلي أيام مركا قبيهان كيلي سرور الناس في لبس اللباس وجمع العلم في ترك النعاس سرور الناس ددك فرحود وحيك فرحيان في لبس اللباس مرياح للشدودة أيام مركا كفرحيان وجمع العلم علمي جمع عندي سيورين في ترك النعاس هردد يسكتك الدادة أيوك جرا قال الغايل كي يلي بايلي مركا عدي تري أيان مركا مياش شاخو إنه وعد إننا نوها إننو مركا ساوع للسرورون شعرا قبي هم يقول سرورون ناسي دادك فرحو دوحو هذا يكون فرح أيان فيه لبسل لباسي مريها مركا قروح ذالي هي مريها ولا يسمحي للشهودة وجمع العلم علم جمعنتي يورندي يسوكينتينا في ترك النعاسي في ترك النوم هردك تجدد يجريس يد بكتيرة هرد الله جمته كرام رك النبض يا كل باتون إسا لكن هو يجريس يد نعاس ناس الجي صلولا ضعيوها لكن هذا النوم بلوك كلا نعاس والله آه قف مركان وسيس حنا يوم إيه هذا الكلير هذا ومقلة يا أسان فهمين إيه مثلا قف جوعنا والحال مركان سيس حنا يوم المحاك الشكيل سن محال هيدين معنى واد مغليسا لكن لما سعود يوفا بميسا نعاس تاس ايا الله إلى هذا هرددنا دواتا وقف وقال ايه انو احمد دريمين مركا في ترك نعاس في ترك النوم هرددك تجد يدو هذا وقال بعضهم بركود وحي إلى ذين أليس من الخسران أن الليال تمر بلا نفع وتحصى من عمري أليس من الخسران
خسارة مياني كميدة هين أن الليالي هبينو تمر مري بلا نفع نفعية واحتر لان أو تحسب من عمري هذا عمري يقال لك حساب. وقال بعضهم بركود وحي إلى هذين أيوة مرقى نبدو ذا عرانا يا أليس من الخسران خسارة ميانو كميا معنى واكمد أن الليالي هبين تمر إصوم مري أوقف مرقى دابيسا بلا نفع نسوى مرقى نفعية واحترنسي أنسى وينوى بعلمي يا أقوان خرسا أو تحسب هذا لقى حسابين ولقى تري من عمري عمري يجي لقى حسابين ولقى ترينا يوم ويا عمري جينو دوا دقيقة ذها يا مالمها يا ساعة ذها بيسو جيب إن أنا نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر وإن كفر حين مالمها إنه شر إنه وكل يوم مضى جزء من العمر مالك صوتك تاري وعذب قيب عمري جين كم ذا صوتي. وقال آخر مثل أن يقوم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ قم الليل همين جيساك وعباد يسوى حقر سيا هذا كرو لعلك وحذر ترشد إن لك وحنون يوم وودد ونكسن مرقى لقرده إلى كم إلى قرم أيا تنام الليل همين جيساحا والحال العمر عمرنا ينفذ أرنا يوم. وقال أغلب من كلام عرقوم الليل هبين جيستاي يا هذا كانوا لعلك واحد مركا مدن تأذن ترشد مركز إن لقو هنونيو وددي توصي رشاد إلا قردي إلى كم تنام إلى مدد أيات سيحا الليل هبينك وأرد عبادي سرين والعمر حال عمرنا ينفدو أرلمان يو عمري يا قرأ النقصام يو. وقال آخر من كلام حجيلي كائدين لما ينسخ هيسان أردن من نام دامت على الأيام حسرته والعز يهنو من قد عاود السهرة وعلي من نام كسيحضا دامت حسرته حسرة ديس يمرو قديس واجوكتا على الأيام أي في الأيام ما المها يعني دنبئو الله يحي أردن مرقديس واجوكتا والعز عز قرام يهنو يعني هني بون نقضى إياه مركع مدن معانا ذو من المرغولة من قد عاود السهرة كعادة يسيسو تشيتك معنى قفك إسكا السيحضة إهور دور إسكا قتشرة مرقد يسوى ديراتا قفك إسكا كعادة يكتسو تشيت وهبينك يسو تشيتو ومارين دي سو تشيتو حليا كميدا أو حق رسود ذا لنا عزي إياه شرف إياه هرمر أي أمركا هني ونقضي يبدمركا أمعان هذا أو ملمرة من نام قفق سيحضا دامت حسرته وحسرتي سيمرقدي سواد دائمت على الأيام في الأيام مالمها يعني مقبل كامن مالميس صوص على الحدود والعز عز وليه نو وابو قادين هدا دون تده ويعني مذ معانا ذو أم المربون نغن من مذ قد عود السهرة سوچيد قفق مركا عادي سيء عادك نكتينا يعني عزي يا مركا بقادية أرمها مركا ونوصو شاقي أهر مركا ابن قيم الجوزي أي مركا كتاب سيطيب النبوية إنه هو شاقي مركا ساوحوين أكثر معروف بتجربة بذي هذا مركا تجربه يتشابين أيها اللي قوكاد هل كان مرقى أرهمك خاري أيو مرقى زيغ رف ربضانو أيو إنو قشاقايو وحي مرقى دي أيو مرقى أي مقلي جرين أي مرقى علماذا أي كسو قارين أيو مرقى هل كان رف ربضان وأن بديو دي مرقى واحد دليله إلهي هنا أنا يجرين أيو مرقى هل كان شاقو سوكين دبقلي وعلي والنوم سيحشو عريانا قفق يسوى قاوان سيحضو والبول عريانا يسوى قاوان كاذي وكاتشو ولكن الجنوبة يسوى جنابلين وعنو ولكن لوين وعنو متكين على جم يسوى دنجيجا وتهاون يفضيسي بسقاط المائدة مائدة يميسي يميشي وحلقو عني وحي دعي ومرك الله فضيسي وحرق قشر البصل وثومي بصشا يطاندا قلوف دي هذا أقول لكم
وكنس البيت قرق أولا وحارو بالمنديل مصر متوال وكنس البيت في الليل قرق هبين قيل لحارو وترك القمامة في البيت قرق أمرك قشن قلقاتكو والمشي قدام المشايخ دذك واوين هرتو أولا صعودو ونداو الأبوين لوضع أبو الله ويلا باسمهما مقعودا والخلال يحكف عند علاشو بكل خشبة أما بكل خشرة وعقصوك صور بحبو أدقبا أما قولي كساس كوف عند علاشو وغسل يدين لوضع أعمض بطين والترابي أتكم إذا مركع عيد يضوب والجلوس على العتبة فريس الشاد في أرض فريسته والاتكاو يكتيرسي على أحد مصراعي الباب الباب قال لبدي سفر دوميتك وضع تكتيرسته والتوضؤ ويسيسي في البرز أما في المبرز ماشا مركا دي لغو سحرو دي حمامكا قفقو مركا إنو إن كويسيستو وخيادة الثوب مرادي أولغو تل على بدني جلقي سايدو كوشرتا وتخفيف الوجه بالثوب وجهو لغو مركا أنجتش يمرو وترقو بيت العنقبوت حبك عارضه في البيت لغو دايو وتهاون يفضى يدسي لفضى يسبب الصلاة صلاة يو إسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفجر أيضا لديتش يوم كبحد مرقى لقبح مساجدك صلاة الصباح الدوادي وقفك سيدي دقبحه والابتكار ودقدق بالذهاب إلى السوق سوق التقدي سودك دقو والإبطاء في الرجوع منه كنقشدي وكنقوني يكدب لعوض وشراء كسيرات الخبز كميس مرقى تشجع وقاذ يبور بركاذا من الفقراء يوسو والك وادي وعودي سلقى يمسو ودعاء الولد على الوالد بشر ولدك والدك شرقها بارا وترك تخمير الآنية ولك دوردي سوى الله قطقو وإطفاء السراج فينوسك الله قبختيا بالنفس النف كل ذلك كان مانتي يورث وحو نحل سينيا الفقر فقر عيو نحل سينيا عرف ذلك كان وحا لغو قرتي بالآثار آثارتي يا مرقى وحياله إن دي لغا سو قوري يا مرقى سعلمدي أيا مرقى لغو قرتي بولي وارم مرقى دورة أيو مرقى ماشي نوغو تري قاركو دي مرقى دين دو أي نفرتي إن دي وحيالة مرقى دين دو أي كسارورتي مرقى دي حرير للي iyo waxyaala aan marka dheexrid ballalahayna marka waa jiraan marka wuxuu riwaa noomo saaxa shucuriyana in qofkiisa oo qaawan uu saaxdo kolleyba de qofku inuu marka isqaawiya sinaba iyada kuma haboona oo de hatta haduu qofku marka kalidi yahay de malaa'igta ayaa marka inuu ka xishoodo ilaa inuu marka isa suro weey laakiin inay marka de risqi diidayso de waxaanu soo loo hayaa ma jiro والبول عريانا قفق يسقو قاول انو كاجو ايضنا والاميد ولكن جنوبا يسقو جنابا لينو مركا وحونو ايضنا والاميد ولكن لو انو مركا سعونو متكين على جمي يسقو مركا دنع ودنجيجا اما يعني دنع مركا وشغليسي تاسي مركا رنا ايضو مركا كبير تسين يسقو ايانا والاق في عيه وتهاونو يفضيسي بسقاط المائدة ما إذا ذا يميسك يميشي وحلقوا عنا إيهي أو مركا وحي دعاي لفضا يتصدو أو آن لقادين لأن نبي قوحي نفري إن مركا لقادو أو وحي وسقه هانا ديال لقا تورو دو يتنال لعنا تاسو لفضا يتصدو وحرق قشر قشر البصل وثوم إن لقوبة مركا قلب دي بسش يطون ده وح الليالية وح مركا لسحرين تا ويعني كده حي مركا رزقية مركا تون بسل تون يبصل مركا قلب دي ده قبيد ده تامل شرو تاسو أيضا لقبوين مركا هذه قرارة دي تون دي بسل شيء واتن لدي لقل قلب دلقل دلو كواسو لقبو وكنس البيت قرق أول لقو فيقو بالمنديل منديل أما مصر كي أما توالكي لقو فيقو أول لقو دسكرايو وكنس البيت قرق أول لحارة في الليل همينكي أي نوالم وترق القمامة في البيت qashin iyo marka guriga laga tago taasi de ayadu wax wanaagsan ma aha waxa weeye qofgu marka inuu jirkiisa nadiifiyo oo maryihiisa nadiifiyo oo marka de meeshu ama u degaraa ama u gudu garay ama u seexanayo inuu nadiifiya arin marka diintu ina fartay weeye waa arin saxada iyo caafimaadkana de ka qayb qaadanaysa
qashinka iyo qulunka oo kaga tagtaana waa arin marka cudur iyo xanuun ay ka dhalinayaan laakiin deerisiga ayay mancinaysa ayadu marka ama faqri ayaa markaas la yaani ay dhalsinaysa taasi de wax marka sugan maaha wal mashu qudam al mashayikh socod marka la socdo dadka waaweyn hortooda marka la socdo aan la ixtiraamin taasina marka ayana wax yila faqriga leeyahay ka mid laakiin deewada ma ba socon kartaa waa doosha waa dhiic socon kartaayo taasina marka hadba de wixii jira ayuu may ku xidantay wani daawla abuweyni labada aabaabi hooyada bismiima loogu yeelo magacooda yaani waxay ka mid tahay taasina waa adab xuma ayay ka mid tahay yaani aabe iyo hooyo in la yiraahdo mooyaane hebel iyo heblaayo marka waa jafaayo marka xurmad darro iyo xaqoodii oo markaas meel lagaga dhacayo taasina iyaduna waa waxyaalaha faqriga dhaliya ay wulin wal khiraalu iyo findhicirasho bikulli khashinatin shay kasoo adag ama bikulli khashabatin dee looxkasa waxa lyaaliya wixii kasood aragto inaad markaa afka geliso ood markaa ilkahaga markaaad ku findhicishaa iyaduna wax aan wanaagsanayn weeye ayuu leeya waxyaalaha faqriga dhaliya ayay ka mid tahay laakiin wax dee daliilaho loo haya ما جرتو درس كقيم دي سرال كاين اوغو جوتو والله اعلم فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست